مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة ومختلفة كالعادة، بس طبعا قبل ما نبدأ فقراتنا لازم أسلم على صحابي شريف وفاروق. أهلا 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 وسهلا فندم، عاملين إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا رؤى؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. ازيك يا نوره؟ ازيك يا رؤى؟ منوره الدنيا. ايه الاخبار؟ اليوم حلو النهارده. أوي. جدا. يوم حلو. جدا. واللي احلى من اليوم الحمد لله. اداء نوره قبل الهوا واول ما نقول 3 2 1 هوا. لا ايه ده؟ هو ادائنا كلنا قبل الهوا. مع بعض. يعني فاهمني؟ تمام. مع بعضنا كلنا. فاكر برنامج حلهم بينهم من الاخر؟ فاكر؟ بتاع عمرو رمز مظبوط. فاكر 3 2؟ انا واخده نفس الاداء من ساعتها. بالظبط صح، ده حقيقي. طيب يا جماعه، يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. ما تنساش بس بكره. خير بكره. بكره ان شاء الله. بكره اهم حاجه. بكره ان شاء الله هنكسب باذن الله. يا رب بكره الاهلي. لا، بكره الاهلي المصري العالمي هيلاعب نادي ريال مدريد العالمي. فبنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان بكره ماتش قوي جدا، يا رب يوفق كده. ايه النادي الاهلي بيمثل طبعا يعني مصر الحمد لله بشكل مشرف ودوليا في كاس العالم للانديه، واكيد بكره ماتش مش عادي. صح ده حقيقي. اكيد طبعا، يعني اكتر فريق واخد القاب في العالم هيلاعب تاني اكتر فريق واخد القاب في العالم. تمام. القاب الاهلي الحمد لله. بنتكلم ريال مدريد 5، متخيلين؟ يعني بكره الاهلي ان شاء الله يا رب كده، والله عندي احساس باذن الله ان شاء الله كلنا متوقعين يلعبوا في المغرب. اوكي، المغرب ده كاس العالم للانديه. حلو. ان شاء الله نكسب. نلعب نلعب ايه بقى لو كسبنا؟ النهائي. فاينل. نلعب النهائي كاس العالم للانديه من اللي هيكسب في نعدي بس. فهموني برضو. نعدي بس ماتش بكره ان شاء الله. ان شاء الله. متفائل خير والله. ان شاء الله. ان شاء الله على خير كده يعدي، ونتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي المصري طبعا باذن الله. طيب خلينا كده نبدا مواضيع حلقتنا النهارده. زي ما حضراتكم متعودين ان يوم الثلاث بيكون طبعا معانا مفسرة الأحلام صوفيا زادة، وهنتكلم معاها النهاردة بالأخص عن الشرب والشراب في الأحلام. لو عندكم برضو أي تفسير لأي حلم تكون أو أي رؤية شفتوها في المنام، طبعا هنستنى مداخلاتكم معانا علشان نحاول نرد على كل استفساراتكم. تابعونا من ضمن الفقرات النهاردة. عظيم جدا. وبرضو هيكون معانا فقرة يعني مهمة جدا. ليه مهمة جدا؟ لان هي خاصة بكل اب وام، وخاصة كمان ان احنا ازاي ممكن نوعي اطفالنا واولادنا من جانب هام جدا، وهو التحرش الجنسي. يعني ايه؟ يعني ازاي نوضح لهم بعض الحاجات علشان كده تبقى ثوابت في دماغهم ويخلي بالهم منها، يخلوا بالهم منها. ده مهم جدا. وكمان برضو في بعض الاسئلة اللي يمكن بتتسأل لبعض الاهالي بيخافوا يردوا عليها، او من الاخر كده مش بيلاقوا لها رد مقنع بالنسبه لاطفالنا. وخلي بالكم من حاجه، ان اولادنا اذكياء جدا جدا، يعني عندهم دلوقتي الفكر بتاعهم مش زي بتاعنا احنا صغيرين، لا ده هم دلوقتي بقوا بيلفوا العالم وهم قاعدين بالموبايل كده. فاهم حاجه ازاي نعرف نرد ردود مقنعه وكمان ردود علميه ان شاء الله من خلال بقى الفقره. وهتنورنا الدكتور ابتسام ربيع، وهي اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري. فقره هامه جدا ان شاء الله. حلو قوي. اما الفقره اللي جايه فهنتناقش معاكم عن دراسه بتتكلم عن سببين بيخلوا الواحد يتعصب ويتنرفز من غير ما يكون عارف هو متعصب ومتنرفز في الوقت ده ليه. سببين ممكن الناس تكون مقتنعه بيهم، ممكن لا. المهم يعني مش هنقول لكم السببين دلوقتي، هنقوله لكم في الفقره اللي جايه ونتناقش معاكم فيهم. يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا متعصبين من غير سبب؟ حلو قوي. يمكن بقى دلوقتي يعني نبدا معاكم كده موضوع حلقتنا برضو، بس بموضوع فعلا احنا بنتكلم عنه وعاملين تغطيه يمكن عن معرض الكتاب في طبعا في اخر اسبوعين او في اخر 10 ايام. تغطيه نقدر نقول شامله، وحاولنا كمان ان احنا نسلط الضوء على معظم ان احنا نقدر نقول الجنود المجهولين في تنظيم المعرض الكتاب، وطبعا وكمان ازاي يكون في ارشادات لكل الزوار والمترددين والتنظيم حركه المرور داخل القاعات. لكن برضو لما احنا كده بنيجي نتكلم عن ختام طبعا معرض الكتاب الدولي، لا بنتكلم برضو عن جنود فعلا كانوا من اهم الجنود الموجودين على ارض الواقع. يمكن كمان هم كانوا بيساهموا في مساعده اخواتنا طبعا من طبعا مستخدمين لغات الاشاره. ويمكن الاحلى في الموضوع ان كان المجلس القومي لذوي الاعاقه هو اللي كان بيلعب ادوار مهمه كتير ومختلفه، وكان من ضمنهم طبعا للصم والبكم، وكمان مساعدتهم على
ارض الواقع. يمكن ده كانت حاجه فعلا مؤثره ومهمه جدا ان احنا نكون المره دي مهتمين بكل تفصيله، وفعلا بنخرج نقدر نقول نسخه جديده من معرض الكتاب فعلا على اكمل وجه، ونسخه عالميه طبعا نخلي كل العالم يتفرجوا فعلا على قدره المصريين وقد ايه كمان كان في شباب كتير بتساهم بالمجهود الذاتي بدون مقابل، بس بمجرد ان معرض الكتاب فعلا يعدي ببر الامان، ويمكن يكون من اصعب الظروف اللي بتعدي على العالم كلها، لكن نجح وكسر الدنيا بفضل المجهودات الكبيره اللي كانت من مختلف طبعا كل المنظمين. مظبوط. خليني اقول لكم ان المعرض السنه دي من اقوى المعارض اللي اتعملت فعلا لمعرض الكتاب. صح. واكبر نسبه مشاركه لمعرض الكتاب كانت السنه دي، بالرغم من ارتفاع الاسعار بالنسبه للكتب، بالرغم ان الوضع لبعض الناس مش احسن حاجه، بس برضو بالرغم من كده الناس كانت بتروح ان هي اول حاجه فكرت لمستقبلها ولنفسها ان انا اغذي دماغي وعقلي، وفي نفس الوقت بقت فسحه لبعض الناس، وده كان واضح جدا. شفنا الناس بقت رايحه فعلا، الاقبال على المعرض كان جميل جدا ومشرف من ناحيه ايه؟ الناس بتقضي يومها هناك، كانت بتروح تاكل وتشرب وتقعد وتقرا وتجيب الكتب اللي هي عايزاها، واللي طبعا كان عامل لنفسه ممكن بنود كتير لبعض الكتب يمكن قللها شويه، بس هو عمل اللي هو عايزه. صح. وعارف ازاي؟ صح. يعني يعمل حاجه حلوه، وبرضه معرض كبير ودولي ومشرف الحمد لله، مش بس على مستوى المنطقه يعني كالقاهره، لا على مستوى الوطن العربي الحمد لله بشكل كبير جدا. صح. وكمان ان يبقى في مشاركه خاصه لكل بقى يعني اخواتنا ولكل الناس، عشان خاطر يعني معرض الكتاب يكون مفهوم لنا كلنا، وكمان لغه الاشاره اكيد ده شيء يحترم جدا. وكمان يا شريف انت قلت على موضوع المتطوعين، ده حقيقي متطوعين من وزاره الشباب والرياضه كانوا موجودين يا جماعه بيخدموا الناس، وكمان بيخدموا كل الشباب علشان خاطر يعني يبقى الموضوع اسهل وميسر لينا كلنا بدون مقابل. فاكيد هنا كل واحد وراه رساله وراه هدف، ده شيء يحترم جدا. وانا شايف كمان ان هم فعلا عاملين شيء محترم جدا، المجلس القومي للاشخاص من ذوي الاعاقه يعني. مظبوط. ويمكن المترجمين او مترجمي لغه الاشاره بالتحديد قدروا ان هم يوصلوا حاجات كتير سواء من الانشطه او الفعاليات اللي كانت في معرض الكتاب السنه دي. وعشان برضو نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع معانا دلوقتي على التليفون فيروز الجهري، مترجمه الاشاره الرسميه للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. الو. الو. يا فيروز مساء الخير. الحمد لله، اخباركم ايه؟ الحمد لله كله كويس. فيروز قول لنا دي السنه كام تقريبا اللي تكونوا مشاركين فيها في معرض الكتاب كمترجمي لغه الاشاره؟ طيب احنا اولا مشاركه المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه في معرض الكتاب هي اوريدي من 10 سنين، وكان في ترجمه اشاره للندوات الخاصه بالمجلس فقط، فهم كانوا بيبقوا ندوتين، ولكن بدانا فتحنا ان يكون في متطوعين ومترجمي لغه الاشاره من سنه 2019 لحد هذه السنه، يعني بمعدل 5 سنوات معانا كل سنه بيكون موجود معانا متطوعين من مترجمي لغه الاشاره بيترجموا الندوات في المعرض. حلو. حلو جدا. طيب برضو لو احنا هنتكلم معاكي، هل يعني ممكن مترجموا لغه الاشاره كان دورهم في ترجمه الفعلات في المعرض لضعاف السمع بس، ولا كانوا بيعملوا ايه برضو بالتفصيل اكتر واكتر؟ يعني عايزين نعرف كاننا كنا موجودين وبنشوف الموضوع بالظبط بعينينا. احنا اولا عندنا الجناح الخاص بالمجلس، ده كان موجود، كان في بعض المترجمين بيروحوا يغطوا الندوات اللي موجوده داخل معرض الكتاب، وهم كانوا 5 قاعات ب5 ندوات، ومن الساعه 12 لحد الساعه 8، من 12 ل 2 دي ندوه، من 2 ل 4 دي ندوه، من 4 ل 6 دي ندوه، من 6 ل 8 دي ندوه. احنا اوريدي كنا يعتبر بنغطي كل اجزاء الندوات. غير كده لو مجموعه احنا كان يعني المجموعه دي كان لو كانوا في الندوات المجموعه الثانيه كانت بتكون في الجناح، كنا بنستقبل لو في صم جايين او محتاجين حد يشرح لهم المكان بنقدر نساعدهم، بنعمل توعيه للمره بلغه الاشاره واساسيات لغه الاشاره. احنا يعني السنه دي اطلقنا مبادره معرض الكتاب بلغه الاشاره. فده يعني ده يعني طبعاً. ده اللي كنا بنقوم بيه داخل الجناح و في الندوات، في تغطيه الندوات كمان. عظيم جدا. طيب فيروز كلمينا كده عن الاقبال وعن المشاركات اللي كانت في المعرض عامله ازاي، وبرضو عرفينا هل في صعوبه بالنسبه
لبعض الكلمات والمصطلحات داخل الندوات كان فيها صعوبة برضو لترجمتها بلغة الإشارة؟ تمام. احنا الإقبال السنة دي في معرض الكتاب لكل الناس كان كبير جدا، ومنهم ذوي الإعاقة. احنا زار الجناح بتاعنا مجموعات من الصم مختلفة، وجالنا مجموعة كبيرة جدا أعدادهم كبير من محافظة طنطا. ترجمة الندوات كان عندنا يعني كان في ندوات مهمة، زي كان في ندوة لتجربتي مع صلاح جاهين كان حضرها الفنان حسين سهمي، وكان في ندوة حضرتها وزيرة التضامن بتتكلم عن إنشاء كتاب بيتكلم عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب. كنا بنواجه مشكلة في حتة المصطلحات الأدبية، احنا كنا عاملين جروب على الواتساب، المتطوعين كلهم موجودين معانا جوه الجروب ده، وانا كمان موجوده معاهم بما اني الخبير المعتمد للمجلس. فكان اي كلمات متفقين ان احنا لو في اي كلمات عدت علينا داخل اي ندوه، الكلمه دي احنا مش عارفين اشارتها، الكلمه دي جديده على ما سمعنا، فنبتدي ان احنا نبعت كل الكلمات دي، المتطوعين يسجلوها يبعتوها على الجروب الواتساب، نبتدي ان احنا ابعتها لهم بلغه الاشاره ايه هي الكلمه، ولو الكلمه فعلا جديده علينا او على ما سمعنا، زي مثلا الهيدروجين الاخضر، احنا في زميله لينا من المتطوعين حضرت ندوه كانت بتتكلم عن المفاعل النووي والهيدروجين الاخضر، فابتدينا ان احنا لا يا جماعه كلمه الهيدروجين الاخضر بنبحث عن معنى الكلمه ونبتدي نقول المعنى بتاع الكلمه بالاشاره. يعني يعتبر ان احنا داخل الجروب ده عملنا لنفسنا زي ما بنقول كده كانه معجم صغير من المصطلحات اللي عدت علينا الثقافيه والادبيه داخل المعرض. حلو. طيب قول لنا كده يا فيروز، التفاعل كان عامل ازاي ما بين المترجمين وما بين الحضور؟ اولا احنا سواء الندوه كان حاضر فيها صم او مش حاضر فيها صم، احنا ترجمه الاشاره متوفره. الحضور كانوا بيبقوا منبهرين جدا بترجمة الإشارة، وكان دايما بعد ما نخلص الندوة يبتدوا يسألونا طب انتوا بتعملوا ايه يا جماعة هنا، فنبتدي نقول لهم لا احنا عندنا المبادرة بتاعتنا معرض الكتاب بلغة الإشارة، بنغطي الندوات بلغة الإشارة، عايزين نعمل الإتاحة، مش شرط يعني احنا دايما مؤمنين ان الإتاحة لازم تكون متواجدة في كل مكان، سواء كان المكان ده الشخص هيتردد عليه او لا، بس من حقه ان الإتاحة تبقى موجودة فيه. ولذلك فاحنا ده كان هدفنا الاول، التوعية والإتاحة بان لغة الإشارة مهمة جدا ويجب توفرها، ان هي تكون متواجده سواء كان في اللقاءات، ندوات، اجتماعات، ومن اهمها كانت الندوات بتاعت معرض الكتاب، لان كان بيتردد عليها ناس كتير قوي، فالناس كانت بتخرج حامله رساله ان لا فعلا المفروض ان يكون في توعيه بلغه الاشاره، لا فعلا المفروض لو هي كمان لو كانوا جهه كمان، تخيلي لو كان حاضر جهه معانا داخل الندوه، فالجهه دي تبتدي ان هي تتوجه لنفسها او للموظفين اللي معاها، لا يا جماعه احنا عايزين نتبع الخطه دي ونعمل ده في الجهات بتاعتنا. طيب فيروز برضو انا عايز اعرف منك برضو بالتفصيل اكتر شوية، هل كان في توعية او تسويق ان انتوا اصلا موجودين جوه معرض الكتاب زي كل سنة علشان تشجعوا برضو كل الصم وضعف السمع ان هم يكونوا موجودين بتفاعل كبير؟ ده حقيقي. احنا على صفحة المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة عملنا اول حاجة فيديو بلغة الاشارة نزلناه، دعينا كل الناس لزيارة معرض الكتاب خاصة الصم، قلنا لهم ان كمان في ندوات هتكون مترجمه بلغه الاشاره. ابتدى يجي لنا ناس، في مجموعه حضرت معانا ندوتين، المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه نفسه عمل ندوتين، كان الندوه الاولانيه بتتحدث عن مصر والاردن والتجارب اللي هي تخص ذوي الاعاقه في مصر والاردن، يعني نتبادل خبرات، والندوه الثانيه كانت بتتكلم عن عامل مبادرات المجتمع المدني، وفي الندوتين حضر مجموعه من الصم، وده كان عن طريق ان احنا عملنا فيديوهات بلغه الاشاره على صفحه المجلس، غير كده ان كان كل يوم بينزل النشاط اللي بيقوم بيه المتطوعين على صفحه المجلس من صور وخلافه، غير ان احنا كمان كان بيبقى فيه ورش حكي للاطفال في جناح الاطفال كنا بنترجمها بلغه الاشاره، وكنا بنوعي كمان الاطفال الصغيرين اللي موجودين بايه هي لغه الاشاره، واحنا ليه بنتعلمها، وليه احنا اصلا بنترجم حاجه زي كده. طيب فيروز، هل يعني الواحد لو عايز يتعلم لغه الاشاره هل هي سهله ولا فيها شيء من الصعوبه شويه، وبتاخد وقت قد ايه برضو بالنسبه لو اي حد عايز يتعلم لغه الاشاره؟ طيب هي لغه الاشاره لغه سهله لان هي لغه محاكاه للطبيعه. يعني كل اشاره ليها معنى بيربطها بالحركه، يعني
يعني احنا بنعمل حركه كذا علشان دي بتدل على معنى كذا، فتبتدي ان هي الحركه مع المعنى المدلول يربط في ذهن المتلقي. طيب سهل تعلمها. المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه بالفعل احنا عملنا دورات لغه اشاره بالتعاون مع وزاره التضامن للموظفين مكاتب التاهيل، كمان عملنا دورات لغه اشاره لوزاره العدل وكمان هيئه الرعايه الصحيه، وكنا بندرب الموظفين بياخدوا جزء اساسي اللي هو بيزك تعلم لغه الاشاره اللي هو لازم كل الناس تبقى عارفاها ومتعلماها، والجزء التخصصي المهني الخاص بيهم علشان يقدروا يتعاملوا مع الاشخاص ذوي الاعاقه. فده اوريدي المجلس يعني متبنيه وبيعمله مع كل الوزارات، وسهل قوي والله انها تتعلمها، واتمنى يعني ان انتوا تقدروا تتعلموها اكيد يعني. يا ريت والله اتمنى. اكيد. طيب فيروز عايزه اسالك، انتوا اصلا يعني في المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه هل بتعملوا انشطه ثانيه على مدار السنه؟ احنا المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه احنا بنعمل مش بس بنشارك في معرض الكتاب فقط، احنا كمان بنعمل ورش عمل على مختلف الأصعدة، منها ورش عمل بتتكلم عن أهمية العمل عن بعد، منها ورش عمل للأشخاص ذوي الإعاقة إنه إزاي يقدر يتعلم حتة اللي هو إن أنا مش لازم أعتمد على العمل الحكومي، أنا ممكن أعمل لنفسي مشروع وهكذا. لسه كنا يعني لسه احنا النهاردة كان عندنا ورشة عمل عاملينها عن التوعية بقانون رقم 10 للأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2018 وبطاقة الخدمات المتكاملة. كمان المجلس عندنا إدارة اسمها إدارة خدمة المواطنين، دي بتتلقى شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة، واحنا منظومة الشكاوى مرتبطة على منظومة شكاوى مجلس الوزراء مباشرة. المواطن بيجي وبنستقبله سواء كان من ذوي الإعاقة أو حد هو عنده شخص ذوي إعاقة، بنستقبل كل استفساراتهم، عندنا الهوت لاين بتاعنا شغال على طول والناس بترد على الاستفسارات. دايما المجلس بيحرص انه يكون شريك في كل الفعاليات والمبادرات اللي بتقوم بيها الدولة علشان يوصل صوت الاشخاص ذوي الاعاقة. عظيم. طيب فيروز برضو لو انا عايز اعرف منك دلوقتي، اكيد احنا ممكن بنواجه شوية صعوبات او كده، انت ايه اللي شايفاه على ارض الواقع حاسة ان هو محتاج ان احنا ممكن يكون فيه اهتمام شوية او شوية اجزاء ناقصة ان يكون موجود طبعا كل مستخدمين لغة الاشارة ان هم يوصلوا المتلقي كل حاجة في جميع طبعا نقدر نقول على ارض الواقع كده في جميع المناسبات؟ تمام. يمكن احنا الاشخاص ذوي الاعاقة فيما يخص حتة الاتاحة احنا محتاجينها ان هي تكون متوفرة بشكل اكبر، يعني ساعدنا جدا لما فخامة الرئيس في اخر مؤتمر نبه على ان المفروض ان يكون في ترجمه اشاره للمؤتمرات وخلافه، فاعتقد ان دي يعني تبقى بدايه الانطلاق ان كل الجهات تهتم بلغه الاشاره، حتى الاعلام، يعني احنا عندنا ذوي الاعاقه بيتفرجوا على التلفزيون بس يمكن مش كل حاجه بتبقى متاحه بلغه الاشاره. عندنا لو هو توجه لجهه حكوميه فانه يبقى محتاج ان الجهه الحكوميه يكون مهم قوي ده. مهم قوي يقدر يتواصل معاه. احنا المجلس يعني الثم عارفين ان المجلس دي جهه يقدروا ان هم يرجعوا لها لو حصل اي حاجه، فاحنا كان بيجي لنا ناس من الثم يكون متواجد في جهه حكوميه فيبتدي انه يتواصل معانا، فنبتدي ان احنا نكلمه فيديو كول في حصل كذا او كذا ونبتدي نشرح المشكله بتاعته للجهه اللي هو واقف فيها. بيبتدي كمان المجلس بيسعى حاليا انه يعمل تعديل تشريعي علشان يكون في اعتماد لمترجمي لغه الاشاره، لان مترجمي لغه الاشاره مش معتمدين او مش ليهم الكيان اللي يعتمدهم، فاحنا محتاجين ان يكون ده موجود، والمجلس بيسعى في انه يعمل تعديل تشريعي في القانون بتاع انشاء المجلس عشان نعتمد المترجمين ويبقى في جهه بتوفر مترجم على درجه كبيره من الحرفيه والتخصص. ان احنا كمان السم ممكن يواجهوا انه يلاقوا مترجم قد يكون مش مؤهل للمكان ده، ولكن احنا بنسعى ان يكون ده موجود، وطبعا بنسعى او بنطلب كمان ان مترجمي لغه الاشاره دايما يطوروا من نفسهم علشان يقدروا
يخدموا ذوي الإعاقة بطريقة كبيرة. لا كلام مهم يا فيروز، كلام مهم والله جدا. احنا يعني انا معاكي جدا يعني في الجزئية دي، ويكون في تخصص بالنسبة لبعض من مترجمي الإشارة ان هم يكونوا متواجدين في بعض الجهات الحكومية او الخاصة بينا، اللي يقدروا ينقلوا الصورة كاملة صح. بالنسبة لكل يعني واحد يعني من اخواتنا واصحابنا عايز يعمل اي شيء خاص بالمصالح الحكومية. طبعا احنا عارفين احنا عندنا في قانون خاص بذوي الإعاقة، وده ثابت عندنا وليهم الامتيازات بتاعتهم الخاصة بيهم وبعض التسهيلات اللي هي اللي بيلاقوها يعني في بعض الاماكن والجهات. لكن ده برضو يخليني يعني اروح معاكي لمنطقة اخرى وجزئية تانية، وهي مفهوم الصم والبكم. يعني هل تم تغييره وتم تعديله في حكاية ورا الموضوع ده بالنسبة للبكم بالاخص؟ يعني احنا عندنا في توعية بالمصطلحات، المصطلحات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة ومنها ذوي الاعاقة السمعية. احنا مصر وقعت على اتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة سنة 2008 وصدقت عليها، يعني مش وقعت بس، وقعت وختمت وقالت ان هي بتعتمد الاتفاقية دي. وبعديها احنا الدستور والقانون ادرجوا الاشخاص ذوي الاعاقة، وبقى عندنا دلوقتي قانون الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018. طيب احنا ما بنقولش الصم والبكم. البكم ده معناه الشخص الذي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بأي لغة. طيب لكن احنا عندنا الصم بيقدروا يعبروا عن نفسهم بلغة، وهي لغة الإشارة. لغة الإشارة لغة اعترفت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعترف بها الدستور، اعترف بها قانون 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي لغة بيقدر الشخص الأصم يعبر بها عن نفسه. فاحنا بنقول الأصم أو ضعيف سمع أو ذوي الإعاقة السمعية. حلوة قوي. يعني فيروز نورتينا جدا، وبنشكرك وبنشكركم كلكم حقيقي على المجهود اللي انتوا قايمين بيه، سواء في معرض الكتاب او حتى اللي بتقدروا ان انتوا تعملوه على مدار السنة. بشكرك جدا ونورتينا. معرض يعني يمكن انا اسفة في اللي انا اقوله، بس يمكن دي الاول مرة ان انا اعرف معلومة ان هم متواجدين بقالهم 10 سنين تقريبا، ما كانش بيتسلط الضوء على النقطة دي كتير. يمكن لاول مرة ناس كتير هتبقى بتعرف انه في جناح مخصوص لمترجمي لغة الإشارة، لو حد عنده أطفال من الصم، لو حد عنده، لو حد هو نفسه من محبي الفعاليات اللي بتكون موجودة في معرض الكتاب أو الندوات وكان حاسس بعائق قبل كده. فأعتقد أنه دي حاجة كويسة جدا أن احنا نبقى عارفين أنها موجودة. يمكن فيروز وضحت لنا بالضبط أن هم بقالهم تقريبا أكتر من 10 سنين، فمجهود حلو قوي قوي قوي. بالضبط. يمكن كمان أصلا ده توجهات يمكن الدولة والرئاسة والحكومة في دمج جميع فئات المجتمع، ان هم يكونوا في دمج كامل وشامل من كل حاجة. وكمان حلو ان هم يعني طبعا المستخدمين لغة الإشارة ان هم يكونوا موجودين بصفة كبيرة جدا جوه معرض الكتاب، ويحضروا كل الندوات، ويكونوا كل المترجمين لغة الإشارة متواجدين على الندوات. ويمكن كمان فيروز قالت حاجة هي كانت مهمة جدا، قد ايه الندوات بتقول لك من 3 لـ4 ندوة، من 4 لـ5 ندوة، من 5 لـ6 لغاية بالليل. فده يمكن كمان مجهود كبير على مختلف القاعات. فعجباني جدا طبعا فكرة الدمج، ان احنا نقدر نقول ان احنا كنا بنتمنى نشوفها بقالنا سنين جدا، وبدأت انها تكون موجودة على ارض الواقع في معظم يعني نقدر نقول المؤتمرات الدولية، وكمان جميع طبعا الاحداث الرسمية. في حاجة فعلا مهمة جدا، وعجبني كمان ان هي يعني يمكن بتفكر الناس بكلمة طبعا فخامة الرئيس، ان هو قال فعلا لا يعني اهم حاجة ان يكون في دمج، واهم حاجة ان احنا نهتم بحتة اضعاف السمع، وكمان يكون موجودة لغة الاشارة متواجدة على شاشات التلفزيون بصفة عامة جدا. يمكن فيروز قالت لنا ان هم متواجدين بصورة كبيرة جدا، بيتفرجوا على جميع البرامج التلفزيونية، ويمكن بيكون عندهم مشكلة ان هم يقدروا يفهموا الناس بتحاول توصل ايه من خلال شاشة التلفزيون. عظيم جدا طبعا، يعني موضوع هام قوي، ونتمنى يعني يكون متوفر زي كده ايه ما فيروز طلبت، ان هو يكون في دعم بشكل اكبر ومكثف بالنسبة طبعا لاخواتنا من ضعاف السمع. طيب ازاي نحمي ولادنا، ازاي نحافظ عليهم من ناحية بقى ايه المؤثرات الخارجية؟ يعني ايه الكلام ده؟
يعني لا قدر الله ازاي نحمي ولادنا من التحرشات الجنسية اللي ممكن تبقى واردة. هنا بقى مهم جدا ان احنا ازاي نفهمهم نثقفهم ونوعيهم وما نخافش، وده دور كل اب وام طبعا هيشوفنا من خلال الفقرة اللي جاية مع الدكتور ابتسام ربيع وهي اخصائية الصحة النفسية والارشاد الاسري بعد الفاصل، خليكم معانا. طيب يا جماعة، يعني أنا ممكن أكون وأنا بتكلم معاكم دلوقتي في الفقرة دي بالأخص ممكن يكون صوتي وكلامي كله رايح لكل أب وكل أم في البيت خايفين على ولادهم. يمكن إحنا في الفترة الأخيرة ممكن تكون لسه عندك طفل، ابنك أو بنتك داخل المدرسة في سن صغير ما بيقدرش إن هو يعبر عن نفسه بصورة كاملة أو يقدر يوصل لك معنى، يمكن علشان ممكن يتعرض لحاجات هو مش فاهم معناها، هو مش فاهم إزاي يجي يعبر ويبتدي يخش في مشاكل أخرى. يمكن إحنا دايما هنا في البرنامج بنتكلم عن الموضوع ده، إزاي يكون في توعية من الأب والأم لكل طفل لأولادهم، وإزاي تقدروا تكسروا الحاجز إن هم يجوا يقولوا لكم أي حاجة ممكن يكونوا بيتعرضوا لها بالأخص التحرش الجنسي. يعني نتكلم اكتر باستفاضه طبعا مع الدكتوره ابتسام ربيع طبعا اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري بالتفصيل معاكم، ويمكن كمان دي من اهم الحلقات فعلا اللي احنا حابين ان كل اب وكل ام يكونوا مركزين معانا فيها. ازيك يا دكتور نورانا؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك بجد. دكتور، يعني في البدايه كده ممكن يعني في اهالي كتير دلوقتي بقى عندهم الوعي بفكره ان انا اوعي اطفالي عن جسمهم ويعني ايه كل بارت في جسمي، ازاي احمي نفسي، الحاجات دي كلها. وفي اهالي تانيين بيكونوا شايفين انه لا انا ما فتحش عين اولادي على الحاجات دي وكانها حاجات عيب. فايه اهميه التوعيه الجنسيه للاطفال؟ طيب يعني انا بشكركم على الاستضافه دي، وعجبني قوي لما شريف قال لكل اب وام مسؤولين عن توعيه ولادهم، لاني انا فعلا انا بخاطب دلوقتي مش الام بس يعني طبعا. الاب والام محتاجين ان هم يتجمعوا على التوعيه دي بالذات. يعني اذا كان هم مفروض ان هم في التربيه عموما يكونوا مشتركين، لكن في موضوع التربيه الجنسيه والتوعيه الجنسيه انا محتاجه الاب والام فيه لاسباب كتير ممكن نقولها اثناء الحلقه. طيب موضوع ان احنا نقول بقى انا مش عايزه افتح عيني عين ولادي، هو خلاص عين الولادة اتفتحت، فاحنا مش هنيجي احنا نقول لا انا لما هكلمه انا هفتح عينه. وبعدين هفتح عينه على ايه؟ هفتح عينه على نفسه. ما هو ده مقصد من مقاصد التربيه، ان انا محتاجه افتح ابني وبنتي على نفسهم، يعني افهموا نفسهم. التربيه الجنسيه هي جزء من التربيه عموما الشامله، اللي هي مش بتبقى في جلسه انا هقعد ابني او بنتي النهارده حصه تربيه جنسيه، حصه تربيه جنسيه وتوعيه وخلي بالك وخلي بالك وواحد يجي جنبك وخوفهم. لا، ده مش المقصود خالص بالتربيه الجنسيه. التربيه الجنسيه دي بتفضل ماشيه بينا طول ما اولادنا بيكبروا قدامنا، زيها زي اي سلوك وزي اي حاجه احنا بنحب نقاومها عند اولادنا. فكون ان انا اقول هفتح عينيهم، لا ده تخوفات عند الاهل ذات نفسهم مع نفسه، لكن ملهاش علاقه خالص ان انا بحمي ابني وبساعد ابني على ان هو يتعرف على نفسه اكتر. وبعدين من مقاصد التربيه الجنسيه ان الطفل يكتشف نفسه بطريقه صحيحه، وبنعمل له اعداد لحياته الاجتماعيه وحياته فيما بعد الزواجيه. يعرف ازاي يتعامل مع نفسه ومع جسمه ومع جسمها، وازاي يحب جسمه وازاي يحترم جسده ويتقبل نفسه لان من غير ما الطفل يحب جسمه هو ممكن فعلا يحصل له تحرش او يحصل له اعتداء بسهوله، لان هو ذات نفسه كاره حاجه في جسمه، والمكان ده عيب والمكان ده كخ والمكان ده ما ينفعش نبص له والمكان ده ما ينفعش نتكلم عنه والمكان ده ساقط. لما بنيجي نعلم الولاد الاجزاء الجسد، دي عينك، ده دي مناخيرك، ده بقك، ونعلمه بالانجلش ونعلم بالعربي، ونيجي عند المنطقه دي وبعدين نسقطها بقى. بعبع مفيش. الاب والام بيترعبوا، دي خط احمر. ودي الكارثه اللي بتقع الاطفال في بعض المشاكل بعد كده ومش بيحكوها. بيبقوا يعني للاسف بيتعرضوا لبعض الصدمات النفسيه ويكونوا كمان كتومين جدا، وتفضل الازمه مستمره لحد ما يكبروا والاهل ما يعرفوش. هنا بقى ازاي نشرب ولادنا بالمعلقه كده واحده واحده، ونبدا من عمر كام نفهمهم الاراء الصحيحه والفهم المظبوط بدون كسوف وبشكل علمي وديني.
الاثنين مع بعض. جميل. انا هطلب هنا من كل ام واب هم ذات نفسهم يشتغلوا على نفسهم الاول. يعني انا محتاجه الاب والام يعالجوا تخوفاتهم هم وقلقهم، لو كان عندهم قلق، لو كان عندهم مشاكل. انا بقالي اكتر من 15 سنه بدي يعني توعيه جنسيه للاباء، فانا اشتغلت مع الاباء وبعد كده انتقلت للمراهقين، فسمعت مشاكل كتير ولقيت ان المشكله الاساسيه هي تخوفات الاهل ذات نفسهم او خجل الاهل ذات نفسهم. يعني في ام بعد ما خلصنا الكورس قالت لي انا مش هقدر ابدا بعد ما خلصنا بقى وباخد منهم يعني ايه اللي استفدناه، قالت لي انا بعد ده كله برضه انا مش هقدر اكلم ولادي في حاجه زي دي. هي ذات نفسها عندها مشكله تخص هذا الجانب، وده طبعا يرجع لنظام التربيه اللي احنا اتربينا عليه. لان ده عيب وده غلط، وهي ما عندهاش رول موديل كده يعني تفتكر بيه مامتها لما كلمتها او باباها. صح. لما كلمه، فانا بالتالي هيسهل عليا المهمه لما اجي اكلم ولادي. فهم الاباء ذات نفسهم عندهم مشكله في الجزئيه دي، فانا ارجو من كل ام واب النهارده ان هم يراجعوا نفسهم في الحته دي، لان اولادنا في خطر. يعني انا ما بقول في خطر، فعلا معمول لهم فخ. فخ بس مش من التحرش، فخ من التحرش، فخ من الكلام اللي بيسمعوه غلط، فخ من الانفتاح اللي هم دلوقتي عايشين فيه بالموبايل. هي دي بقى. والصور الاباحيه اللي بتظهر قدامهم والافلام الاباحيه اللي بتيجي قدامهم، فاحنا اولادنا في خطر اصلا يعني. فلو ودي مسؤوليه الاب والام، يعني التربيه الجنسيه هي مسؤوليه الاب والام. ليه مسؤوليه الاب والام رقم واحد مش اي حد تاني؟ انا اللي فاهمه ولادي، انا اللي فاهمه ابني ده بيحب ده ما بيحبش ده، بنتي دي بتحب الطريقه دي في الكلام غير بنتي التانيه، فانا اقدر افرق ايه اللي ينفع مع ابني ده غير ابني ده. تمام. ما ينفعش ان انا مثلا ممكن في المدرسه اديهم يعني سيشن كده عن التوعيه الجنسيه، بس انا لما اقول كلام عام، في طفل خجول ممكن يستقبل مني الكلام ويخاف يسال، وفي طفل تاني يبقى جريء ويتجرأ ويسال حاجات تانية. صح. فهنا انا مش هقدر اعمل الفروق الفرديه اللي ما بينهم، لكن الام والاب هم اضرب ده، اضرب اولادهم. اولادهم كمان بيصدقوا كل حاجه امهم وابوهم بيكلمهم فيها. ده حقيقي. فانا فعلا زي ما حضرتك قلت ان 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 الابيوز اللي بيحصل لهم او التحرش اللي بيحصل لهم بيسبب صدمه. يعني اتضح وبالدراسات اوضحت ان التحرش الجنسي بيعمل صدمات عند الطفل وما بيحدش بيحس بيها. طيب تظهر لنا بقى فيما بعد في العلاقه. ما هو بالظبط هنا يا دكتور بقى انا عايز اعرف من حضرتك، احنا عمالين نقول مثلا الاب والام الاب والام، بس احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى الحاجات الفعليه اللي نقدر نقولها دلوقتي على الهوا ان هم يتبعوها كخطوات اولى قبل ما يلجأوا حتى للمتخصصين. اوكي. يقدروا يعملوا ايه في البيت؟ رقم واحد، انا عايزه ام واب مثقفين. يعني مش هينفع ان انا هقعد مع ولادي واقول لهم اي معلومه غير لما اكون انا ذات نفسي متاكده من المعلومه. طبعا عندي معلومه وعندي خلفيه ومتجرأ ان انا هتكلم مع ولادي، وعندي اريحيه ما بين قوسين، انا مرتاحه وانا بكلم ولادي في هذا الجزء بالذات، لان الكلام في الجزء ده هو شويه خاص وشويه يعني ممكن يعني ايه الاطفال مش هتحرج قوي، لكن طبعا الناس اللي بتبدا متاخر ولادهم ممكن يتكسفوا. صح. لكن في الاطفال لسه ما بيتكسفوش، بس ممكن يسالني اسئله انا ما كنتش متوقعاها من ابني. فانا لازم اكون مستعده وعندي تقبل لاي سؤال ابني يساله لي. في بعض الامهات بقى ولا ايه ده، انت جبت الكلمه دي منين؟ انت سمعتها فين؟ مين اللي قالها لك؟ في المدرسه؟ معلش يا دكتور، الطفل بيخاف. معلش، الجزئيه دي برضو مهم نوضحها. هل هنا الاب والام هما الاثنين بدورهم يردوا على ولادهم سواء كان ولاد او بنات، ولا هنا لو في بعض الاسئله ممكن الام هنا يروح يسال ابوها؟ الام لبنتها يعني. والاب لابنه. البنت تقول لابوها يروح اسالي مامتك. حلو برضو السؤال ده، ولا الاثنين يبقوا قاعدين؟ طبعا انا برجح طبعا ان يبقى دايما في فاميلي ميتنج، يعني في 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 حاجات اسريه كده بتجمعنا ونتكلم في المشاكل، لكن بالذات بقى في الموضوع ما يخص الجنس انا ببقى حابه ان الام تبقى هي مع البنت والاب يبقى مع الولد. دي لان هتكوني حاجه تانية مهمه جدا جدا، الهويه الجنسيه. انا معتزه بانوثتي من خلال ماما، وهي هتبقى ادرى بالحاجات اللي تعزز عندي الانوثه وتعزز عندي الرضا عن جنسي. والاب كذلك مع الولد هو اللي يقعد معاه، لان الام مهما تثقفت ما بتقدرش تخش في تفاصيل الحاجات اللي الولد بيمر بيها. وبعدين بابا لما بيفتح السكه مع الولد بيهيئ فيما بعد عند البلوغ ان يبقى في كلام، لان بابا انا متعود مع بابا ان احنا بنتكلم في المواضيع اللي زي دي، وماما انا متعوده مع ماما ان انا كبنت بتكلم معاها في الامور اللي زي دي مش محرجه منها. فالتوعيه بتبدا من امتى بقى؟ ما بتبداش ان انا اجيب ولادي وهم داخلين المدرسه، عشان دي للاسف دي غلطه بيغلطوا فيها الاباء جدا.
انا عايزاك لما تروح المدرسه تخش الحمام لوحدك، محدش يفتح عليك الحمام، وحد يجي جنبك، لو حد جه جنبك صوتي او اجري. ايوه المفروض يا دكتور يبداوا من سن كام ويقولوا ايه بالظبط؟ طيب احنا بقى بنقول ملاش الكلام ده، لان ده كلام اولا الطفل عنده ادراك، يعني عنده وعي بس ما عندوش ادراك للصوره اللي احنا بنقولها دي كلها. يعني ايه؟ اه عارف الصح والغلط، وكل اب وام يقول لك لا بس ابني ذكي بيفهم، بنتي ذكيه بتفهم. لا يا جماعه، هي مش مدركه الصوره على بعضها لان لسه عقلهم ما تكونش كله. فبالتالي انا لما بقول لها اوعى حد يجي جنبك، هي ما بتبقاش مدركه اللي هيجي مين اللي يجي جنبي ومين اللي ما يجيش جنبي. طب ما هو لو جه جنبي باي شكل، اي شكل. طب ما انكل بيجي عندنا البيت وعادي وبيسلم عليا وبيهزر. ما بتبقاش قادر الطفل يفرق الحاجات دي. فاللي احنا بنعمله بقى ايه؟ ان احنا بنربي وبنغرس جوه اطفالنا صغيرين في الطفوله اللي هي قبل المدرسه حبهم لجسمهم، ونعرفهم جسمهم كله على بعضه. يعني لازم كل اب وام كده يجيبوا كتاب ساينس، يعني في اجزاء الجسم ودي عينيك ودي، فبنقول الاعضاء دي بدون خجل وخزي، فالطفل بيحس ان احنا بنقول. ودي قد ايه مهمه، اسمها برايفت اريا او اماكن خاصه. ليه خاصه؟ لان المكان ده خاص زي عينينا، ما حدش يقدر، ما بيحب حد يجي يلعب لك في عينيك ولا حد يقرب منها. لا ليه؟ لانها حساسه وبتتاذي. حد يجي جنب ودينك يحط مثلا قلم او لا، لان ده مكان حساس وممكن يتاذي. وكذلك الاماكن الخاصه، دي اماكن خاصه ما حدش ينفع يجي جنبها. الطفل اللي بيروح بقى المدارس يبقى عايزين يستكشفوا، لان البيت ما غذاش ده وكملوا. يعني دايما يجيني في مشكله في المدارس ان لا الولد ده اتحرش بابني. مين الولد ده؟ الطفل زميله اللي في الكي جي 1 او بري سكول. هو لسه مش فاهم، هو عايز يتاكد هو الولد ده زيي. أيوة لو عنده اخت بنت مثلا في البيت، هو شايف ان احنا مختلفين وما لقاش حد يغذي الحته دي ويعرفه في فرق يا حبيبي ما بين تكوين الولد وتكوين البنت. فبقى عايز يروح المدرسه يتاكد هو احنا كلنا زي بعض، هم البنات مختلفين عننا. فضول الاطفال فعندهم طبعا، فعندهم فضول. فالفضول ده مين اللي يغذيه بطريقه صحيحه وصحيه؟ هي ماما وبابا. فايه يا ماما ده؟ انا كانت جاتني قصه، كانت ام ابنها كان صغير لسه برضو 6 سنين 7 سنين، وهي جابت بيبي بنت، فهي كل ما تغير لها هو عايز يشوف البيبي بقى. فهي جابته، هي الست عملت اللي عليها وقالت ايه هعرفه ان دي اختك وده جسمها، واحنا بنغير لها البامبرز كده بالطريقه دي، وبص مش هينفع بقى تقعد معايا تاني وانا بغير لها. فاتفقت معاه، ففوجئت ان هو بيقف ورا الباب بيبص من ورا الباب عليها. فزعقت له مره واتنين، تالت مره بقى لما عمل كده ضربته. طب ما تفهم الاول هو عايز ايه؟ يعني أما ضربته هو ليه بيبص؟ يعني ما اكيد هو مستغرب حاجه او كارثة. عايز يفهم حاجه. احنا لان احنا كارثة. عندنا مخنا في حاجه يعني متنظم. احنا كلنا كده عندنا ايه؟ لو انت قلت لي كلمه معينه دي كلمه عيب، فانا بتاخد كده وممكن ارد عليك بعصبيه. هي شايفه ان هو ممكن يبقى بيعمل حاجه عيب، وهو بالنسبه له هو كده قليل الادب، وهو بالنسبه له هو معاك بيشوف الكريم، بيشوف الطريقه. لا شوف الرد بقى بتاعه ده اللي خلاني يعني فعلا الاطفال دي حاجه تانية خالص. قال لها يا ماما انا كنت بطمن على اختي، الواو اللي عندها دي خفت ولا لا؟ هو مش فاهم ان البنت وتكوين الجهاز التناسلي بتاع البنت مختلف عن الولد، فهو افتكر ان المعوره فتحه المهبل اللي عند الطفله الصغيره دي تعويره هتخف وهتبقى زيه. فاحنا ساعات بنأذي ولادنا بطريقه مش مظبوطه، بنأذيهم بفكرنا احنا طبعا، معتقداتنا احنا، وهم مش بيفكروا كده. ما هي دي بقى معتقداتنا اللي احنا كونناها عن الجنس، للاسف الشديد بنأذي بيها ولادنا اللي هم لسه ما عندهمش يعني اللذه الجنسيه والشهوه الجنسيه والكلام بتاع الكبار. فاللي بينط في دماغنا على طول هو ده، يعني المعتقدات بتاعتنا دي اللي بتأذي بيها ولادنا. طيب دكتور، بمناسبة الموضوع ده، في بعض الأهالي يقولوا إنه ما ينفعش أغير قدام ولادي أو لحد سن معين، وبعد كده لا أنت ما تشوفنيش وأنا بغير، أو ما تشوفش باباك وأنت بتغير، أو 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 إحنا بناخد شاور أو الحاجات دي كلها. هل ده صح ولا غلط؟ طيب جميل السؤال ده، لان انا اولا يعني اشتغلت مع اطفال كتير، فممكن برضو دي حاجه تبقى مفيده جدا للاهل. يعني ان انا يعني اغير هدومي قدام الولاد، لا دي مش اصح حاجه، لان زي ما قلنا الطفل ما بيبقاش مدرك للصوره دي كلها. هو واعي ان ده بابا وان ده جسم بابا، لكن هو ممكن يخرج بره
يبقى مفكر ان يعني عادي. ينفع ان انا اعمل ده عادي وان انا اشوف كبار قالعين عادي، ما هو انا بابا والتطلع هو هيزيد عنده، فهي دي بتسبب لي مشكله. وان ياخد شاور مع بابا لا لا، ولا البنت تاخد شاور مع ماما، هم ده وده ساعات ممكن يسبب لهم كمان ازمه لشكل الجسم ذات نفسه، صح؟ فدي بتعمل لي مشكله. ولو الطفل اتصرف تصرفات الطفوليه الاهل بياخدوا اكشن بقى عنيف، يعني ازاي انت تحط ايدك عليا كده، لا عيب كده، غلط كده. حتى الولاد مع بعض ما ينفعش يقلعوا قصاد بعض ولا ياخدوا شاور مع بعض. ده من سن كام يا دكتور؟ لا من اول يعني من اول كده ما يبقى بيبي، هو احنا بنعوده على الخصوصيه. يعني حتى انا لو يعني عندي بيبي صغير انا المفروض ما غيرليش كده قدام الناس كلها، مش في اماكن عامه كده قدام الناس كلها، هنقول ده بيبي صغير يا جماعه ما تقفلوش الموضوع. عقل الطفل بيبقى عامل زي الكاميرا، يعني مخه ده بيصور في اللاوعي بتاعه، يعني يعني في اللاوعي بيخزن الصور دي، صح؟ فانا لما ابقى متعود ان ماما بتوافق ان انا قدام الناس كلها، فده طبيعي ان يبقى عادي، يعني ان انا ممكن اقلع هدومي قدام الناس، ان احنا نضحك على طفلنا وهو خارج من الحمام مش مغطي نفسه. دكتور انا برضو عايز يعني ارجع لحضرتك شويه حاجات في نقط نقدر نقول واحد نعمل كذا، اتنين نعمل كذا، كارشادات لاب والام اكتر ان هم يكونوا وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي بيعرفوا يبداوا بايه. طب لغايه ما يوصلوا للمتخصصين او حاجه زي دي. ممكن اسهل السؤال بامثله اكتر، يعني مثلا من خلال سواء الورش او الحاجات دي كلها، ايه اكتر الاسئله اللي الاطفال بيسالوها بيبقوا عايزين يعرفوها من الاب والام، وازاي الاب والام يردوا عليهم؟ طيب موضوع الاسئله بقى طبعا هو السؤال المعتاد المتوارث اللي احنا كلنا سالناه ويفضل جير ورا جير بيساله، هو انا جيت ازاي؟ طبعا هو انا جيت منين؟ فطبعا يعني انا فوجئت، يعني لسه كان على جروب الامهات يعني نفس الكلام هو بيتقال برضو، يعني الكلام القديم والردود القديمه غلوشي على السؤال من بطني قولي اي حاجه بقى، سوبر ماركت لقيناك قدام الباب الجامع، بص العصفوره، مبدا بص العصفوره اللي هناك دي، ما ده مش صح، احنا لسه طبعا عايشين بالمدرسه القديمه هي دي، وهم دلوقتي هم اللي بيعلمونا يعني هم دلوقتي مطلعين ودماغهم رايحه في حتت بعيده قوي، ولو ما طلعش هو لسه صغير دلوقتي سنه والثانيه هيمسك الموبايل ويعمل هيجيب المعلومه من السوشيال ميديا دي يقولها لنا، وهيجيب ويعرف ان لا اما ماما بقى حبيبتي على نيتها ومش فاهمه الدنيا ومش وانا فاهم بقى انا اللي كده، او ماما كانت بتكذب عليا، فانا مش عايزه اتحط ده قدام ابني ولا وان انا لازم ابقى باين ان انا مثقفه وان انا واعيه وان انا بابا واعي ومثقف، وان انا ينفع اساله لما اصحابي يقولوا لي معلومه غلط وارجع لهم، ما لا يرجعوا لمين؟ فانا من سن كام؟ انا الطفل الصغير لغايه 3 سنين هو قاعد لسه في البيت، انا بحافظ على جسمه، بحافظ على جسده، بقول له ان جسمك غالي، بعرفه مين الدايره الامان، ماما وبابا ومين تاني، جد وتيتا، لو ان احنا يعني لو اتكلمنا في التحرش هيبقى عندنا مشاكل بابا وماما، يعني ماما وبابا مثلا، وبابا برضو فيه مشكله وساعات ماما في يعني بص، لكن طبعاً في قدر الامكان احنا بنقول له يا دكتور دي حالات شاذه وحالات مريضه، ما هي دي بس برضو مش عايزين نخوف ولادنا من ابوهم وامهم، لا احنا مش هنقول يعني الكلام ده لماما وبابا، احنا بنعرف ابني وجسده الغالي ده وانه ازاي يبقى محافظ على جسمه، حتى معايا انا كماما لغايه 3 سنين بقول له بقى انت هتاخد شاور لوحدك او هتلبس البنتي بقى بتاعتك الاندر وير بتاعتك وانا بغسل لك شعرك او حاجه عشان ابين له خصوصيه المكان وخصوصيه الجسم، فهو من هنا مش هبتدي ان انا ابقى مخوفاه بقى لما تروح المدرسه اوعى حد يبص عليك او اوعى تبين جسمك لحد، هو اتعود على ده في البيت. بعد كده بقى انا ببتدي بقى ان انا اقول له مين الناس الامان، مين الدايره القريبه، وبعدين اللمسه الامنه واللمسه اللي مش امنه دي هتيجي ازاي؟ مش بالكلام، الطفل مش هيفهم بالكلام، هو الاطفال شغل بالحواس الخمسه بتاعتها وبالافعال طبعا. فانا بالنسبه لي انا لازم اقول له يعني انت لما بتلمسني كده دي لمسه بالنسبه لي حنينه، لما بتحضني حضني جامد، لكن لما بتيجي تزقني او بتعمل لي كده دي لمسه مش كويسه. ايه اللمسه اللي عندك تاني مش كويسه؟ فببتدي انقل له هو كمان وابتدي اعرف اللي في دماغ ابني. ارجوكم يعني انا بقى اكلم الاهل اسمعوا ولادكم علشان ودهم فرصة يعبروا عن اللي جواهم عشان تفهموا دماغهم واصلة لفين، ما يبقوش متلقي بس وكمان ايه اللي محتاجه تاني منك، يعني انا كل ما بسمع ابني او بنتي بعرف هم واقفين فين عشان ازود ايه. اوكي فلما بسمعه اقول له بقى قول لي انت بقى اللمسة، يقول لي لما بتزقيني يا ماما او لما بتضربيني كده او لما بتحطي يعني او لما بابا بيشدني من ايدي يقول لي اسمع الكلام، وايه تاني؟
اقعد ابتدي اقول له بقى لغايه لما اقول له لو حد حط ايده على ايه. هو اللي مثلا ما بيحط ايده على ايه، في امهات بيسيبوا اولادها الكبار يحطوا ايديهم على لسه على منطقه الثدييه عندها، فلا احنا عايزين نعوده دي اماكن بقى خاصه، وانت ما بقتش بيبي وما ينفعش خلاص احنا بنقول. فهنا الطفل بيبتدي يحط معتقدات حوالين جسمه واجساد الاخرين، ونقول له قد ايه بقى ان في حاجه اسمها حدود، كلمه حدود نعودهم على الحدود، الحدود واحنا بنتكلم مع بعض، الحدود واحنا بنقرب لبعض. في اطفال ممكن ترمي نفسها في حضن اي حد على فكره، مهما الام والاب خوفوا في البيت، لانه ليك مساحه وليك دايره والاخر كمان ليه مساحه وليه دايره، مش كل الاخر كمان بيحب الناس تقرب منه قوي. فكل الحاجات دي بتاخد وقت مننا ومجهود، بس نصبر على التربيه لان التربيه بتاخد مننا شويه وقت شوية مجهود. وما نزعلش حتى لو ابني يعني حصل منه أي حاجة غير اللي أنا اتفقت معاه فيها، عادي بتقبل ده منه وابتدي إن أنا طيب استوعب أي حاجة هو وقع فيها. دكتور عشان الوقت بيخلص مننا بسرعة، برضو عايز أرجع تاني لنفس النقطة، إزاي الأهالي يردوا على الأسئلة؟ يعني مثلا سؤال زي أنا جيت إزاي؟ يقولوا لهم إيه؟ وإيه الأسئلة تانية اللي ممكن تبقى بتتكرر والأهالي يردوا بإيه؟ طيب الأطفال الصغيرين اللي هو لغاية 6 سنين يعني 7 سنين شوية هم خلاص، يعني أنا بالنسبة لي 7 و8 سنين احنا دخلنا بدايه مراهقه مبكره دلوقتي خلاص، مبقاش ينفع ان احنا نقول لهم. لكن الاطفال الصغيرين لغايه 5 سنين بنقول له ان في ماما وبابا اتجوزوا، هم حبوا بعض، في حاجات كانت جميله بينهم وبين بعض، في حضن دافي ما بين بابا وماما، وبعدين الحضن ده بينتج بقى عنه طفل جميل زيك، وبعدين ممكن نستعين بالافلام الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب، بص بتبقى دي المضغه، وبعدين وبعدين ادخل الطفل الصغير ما بيبقاش اهتمامه قوي بالعمليه حصلت ازاي، ما عندوش غريزه جنسيه يعني، لا مش كمان غريزه، حتى السؤال بتاعه ما بيعنيش حاجه ثانيه لسه ما سمعش. لكن اللي دخل مدرسه ممكن يكون سمع يعني، بالذات كمان دلوقتي انا بيجيني ولاد في ثالثه ابتدائي فيبقى متاهل على الاقل في الثلاث اربع سنين ولا يعني بيجيبوا بعض. انت عارف مامتك وباباك يتجوزوا ازاي؟ يتجوزوا كده، اما يروحوا لمامتهم وباباهم لا دي كده احنا دخلنا في حته غلط، وحتى ولا انا مش عايزه بنتي عينيها تتفتح بقى اللي انت حضرتك السؤال اللي انت قلته لي، مش عايزه افتح عينيهم على كده، لا خلاص يعني. وبيعملوا سيرش وانا ببقى عارفه كده لاني بقعد معاهم وبيعرفوا تطلع من عندنا احسن دي. احسن ما تيجي من بره وبشكل علمي أكثر. يعني فالاطفال الصغيرين انا ممكن اكتفي، لو ابني بقى زود حته كمان على السؤال ده بسؤال اعمق لازم اطلع بقى، يبقى كده ابني في حاجه في مخه لان هو دماغه ما شاء الله يعني رايحه شويه، وانا كمان محتاجه لازم اغذي دي. اوعوا تقولوا انا عايزه اقفل على الحته دي عشان دماغه ما تسرحش، طبعا لا هي كده هتسرح يعني، انا ما رديتش على السؤال انا سبت ابني يتوه في المجره هتجيب نتيجه عكسيه للاسف. يا دكتور نورتينا، انا بجد انا مبسوطه باللقاء بتاعكم جدا ليك يا دكتور، بجد ربنا يبارك فيك، انا معاكي جدا يا دكتور، انا اللي شاكره ليكوا وشاكره ليكوا اللقاء ده ان شاء الله. دكتور ابتسام ربيع اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري، على ما اعتقد فقره هامه جدا. بصوا خلاصه الموضوع، نخلي بالنا من ولادنا ونحاول يعني ايه في كل صغيره وكبيره نكون معاهم لفتره معينه، ليه؟ علشان خاطر هو ده اللي بنبني عليه مستقبل حياتهم وكل شيء ممكن يدور حوالينا، بيبقوا اسوياء ما عندهمش مشاكل نفسيه لا قدر الله، ولا يؤذوا نفسهم ولا كمان يؤذوا اللي حواليهم، وده مهم جدا. لكل بقى ايه محبي الاحلام والرؤى، بعد الفاصل يعني فقره هامه جدا مع خبيره علم مع خبيره الاحلام والرؤى صوفيا، يلا بينا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي لفقره تفسير الاحلام مع مفسره الاحلام صوفيا زاده، والنهارده كمان هتكلمنا عن رؤيه الشرب والشراب في المنام، يا ترى ممكن يبقى تفسيره ايه يا صوفيا؟ اهلا بيك يا حبيبتي، بخير كله الحمد حلو؟ لله تمام، كله تمام الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما. انت كمان حبيبتي صوفيا، خلينا نبدا معاكي كده يلا مش عارفه اقول لك الف سلامه ولا لا بس يعني الحمد لله الحمد لله الله يخليك يا ربنا يعني الحمد لله فتره وراحت لحالها يعني الله لا يعيدها يعني يا رب يا رب الحمد لله رب العالمين يا رب يا حبيبتي الحمد لله. طيب خلينا نبدا كده على طول في فقرتنا، المعنى العام لتفسير انه حد بيشرب حاجه او بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا طبعا الشراب غير الاكل، غير الاكل، الاكل بياخد وقت رزق بس بيجي ايه بالراحه بالراحه، لكن الشراب رزق سريع سائغ
يعني لما خصوصا لما يكون حاجه انت بتحبيها يعني، وخصوصا كل الفواكه اللي ذكرت في القران لو شربتيها عصير بتبقى يعني تاخد حسنه الدنيا والاخره. اوكي. بتبقى معاك الرزقين يعني، رزق الدنيا والاخره. يعني طلح ممدود ده اللي هو الموز، تمام. الرمان، ايه تاني، الزيتون. كل الحاجات دي لو شربتيها مثلا زيت الزيتون مثلا فده معناه شفاء. زيت الزيتون يبقى انت عندك حاجه وربنا عفى عنك منها. حلو. ده لو اتشرب، قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي شجره مباركه تدهنوا منها واكلوا، فده زيت الزيتون. طيب شفت شراب. طب استني قبل ما نقول الحاجات المشاريب اللي ممكن نشربها في المنام، معانا اول تليفون من دعاء. الو دعاء. الو الو. ايوه اتفضلي دعاء. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه، احنا معانا تليفون تاني. اميره. امينه. الو. ايوه. أميرة أهلا. أيوة من فضلك. ألو. اتفضلي. من فضلك عندي رؤيتين، بنتي حلمت إن هي قاعدة مع بنات مشاهير بلقع في جنينة خضراء مشاهير وفي أكل قدامهم جاهز ولسه هياكلوا وانتهت الرؤية. طيب اسمعيني بس، هي حلمت إن هي قاعدة مع بنات إيه؟ مشاهير. بنات مشاهير. مشاهير مين بلوجر. يعني مين؟ بلوجرز. أوكي تمام. طيب في هي بنتك بتشتغل إيه ولا بتدرس إيه؟ لا هي خلصت تعليم ولسه ما اشتغلتش. يعني ايه خلصت دراسه ايه؟ كليه اعلام خلصتها. طيب حلو حلو مشهوره ان شاء الله. ما هو الاعلام طبعا الحلم مفسر من نفسه يعني، يعني هتتعامل مع شخصيات معروفه، هتكون لها ضرب من ضروب الشخصيات دي، لها سكه معاهم يعني، هتبقى هتشتغل في حاجه فيها شهرة وفيها أضواء وكده بما إنها قعدت مع المشاهير يعني. طبعا كل مشهور اسمه لوحده يفسر نفسه مش حاله، يفسر نفسه. تمام. ده أميرة الحلم. لسه معانا؟ كان عندها حلم تاني. طيب حاولي حاولي تكلمينا مرة تانية. معانا تليفون تاني؟ طيب لحد ما يبقى معانا تليفون ماشي. طيب. احنا اتكلمنا عن شرب زيت الزيتون. طيب لو اللبن بقى. اللبن. اللبن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيه دي، شاف ان هو يشرب من اناء لبن حتى ظهر الري في اظافره، فاخذ منه سيدنا ابو بكر الصديق وكمل اللبن. فقالوا له بما فسرتها يا رسول الله؟ قال بالعلم. فاللبن علم. وفي روايه اخرى قال الايمان. ف يعني ايه ممكن يكون ده ايمان البني ادم او درجه صفائه مع الله. كل ما كان اللبن دسم ومش عارف ايه وكويس كده وتقيل ومش عارف ايه، ده علاقه العبد بربه، دي الفطره. حل. الفطره ورد على الفطره يعني، لا بيعمل زي البيبي كده صفحه بيضه، لا بيأذي ولا حول له ولا قوه، خدت بالك؟ ده اللبن محمود جدا في المنام الا اذا سكب. لان في واحد راح للامام ابن سيرين قال له انا رايت ان انا شايل شفشق ازاز في لبن. فكسر الشفشق وبقي الايه اللبن. دي مش ما مش مش منطقيه، العقل ما ترجمهاش دي خالص. قال له اذا كان رؤياك صحيحه، ما كانش بيكسف حد، ما يقولش لحد انت كذاب، اذا كانت رؤياك صحيحه فزوجتك تحمل والعيل يكمل والزوجه تموت. وفعلا حصل يعني. لذلك بنقول ما تتشطروش ان انتوا تخترعوا احلام، عشان ده افتراء على الله. من افرى الفرى ان يتقوى العبد على الله وما لم يره. دي رؤيه من الله. تيجي تقول يا انا شفت مش عارف ايه عشان اكسب ود مش عارف خالتي ولا اكسب ود سلفتي وحماتي. لا ما ينفعش. طيب خلينا ناخد تاني دعاء رجعت لنا. الو دعاء. يا دعاء. دعاء. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. اميره. الو. ايوه يا اميره اتفضلي. ايوه ممكن اكلم دكتوره صوفيا؟ هي معاكي اتفضلي. اهلا يا اميره. انا دعاء مش اميره. ماشي يا دعاء. ازي حضرتك؟
الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتوره صوفيا؟ بخير يا قلبي، تسلمي. منوره الشاشه والله. حبيبتي دايما بخير يا رب. تسلمي لي يا قلبي. ربنا يعزك. لو سمحت، انا كنت حلمت ان يعني دكتور كنت شغاله معاه اسمه احمد، فحلمت. انت دكتوره يعني؟ نعم. انت دكتوره ولا مساعده؟ لا مساعده. اوكي. سكرتيره. فحلمت ان هو بيديني 2000 جنيه وانا مش عايزه اخدهم منه، المهم هو اداهم لي ومشي، بس هما كانوا متطبقين يعني ما شفتهمش اذا كانوا 100 ولا 200. وبعد ما مشي قلت كويس هم في وقتهم، عشان اودي له الزياره اللي انا كنت معاده بيها. وبعدها بثلاث ايام حلمت برضو بنفس الدكتور. كان معايا وعد بنت اختي، انا انسه. بنت اختي اسمها وعد، عندها 3 سنين. انت خلاص بطلتي تروحي للدكتور ده صح؟ انا بطلت اروح له. اوكي. صح. ليكي حق عنده ولا حاجه؟ لا لا. طيب. بس بعدها حلمت تاني ان هو برضو يعني انا وبنت اختي، بس هو في بيتنا، يعني انا لما اداني ال 2000 جنيه كان في بيتنا. والحلم التاني برضو حلمت ان هو في بيتنا، فانا وبنت اختي بيقول طلع من الاوضه بيقول خليهم يحاسبوا على الشغل اللي عملوه، فانا قلت له ما احنا كده كده هنحاسب. عايز اسالك سؤال بس، يعني سؤال بس كده. نعم. ايه يعني سؤال محرج يعني، هل ليكي ميل عاطفي ناحيته؟ لا لا، هو بعزه جدا زي بابايا يعني. اوكي، بس انا عايز افهم بس. بس هو كان في بنت يعني هي السبب في مشكله، فانا مشيت بسببها يعني. هو ما انا بقول لك ليكي حق، ليكي حق، ده ممكن يكون ما نصفكيش في حاجه. ليكي فلوس ما خدتيهاش، المهم انت ليكي حق عنده. لا وانا كنت ماشيه واخده فلوسي واخده كل حاجه الصراحه. بس مشيتي بسبب مشكله، بسبب مشيتك. البنت مشيتك من هناك مش كده؟ هو ده حق يا حبيبتي، ما رجعلكيش يعني حقك، ما نصفكيش. ما نصفكيش، فده ده حاسس في نفسك، فكل ما تنامي هتحلمي بالدكتور ده بيديكي حاجه. يعني انت شفتي ال 2000، 2000 دي مثلا بتمر بضيقه ماليه، يظهر لك بقى ايه كل الحاجات السلبيه اللي في حياتنا. يعني انا نايمه مبسوطه وسعيده، استحاله استحاله ربنا يفسد عليكي سعادتك ويبعت لك منام سيء يضايقك او يخليك. لا 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 خالص خالص، ده من لطف الله بعباده ان هو بيبعت لك احلام في وقت ممكن تكوني خلاص 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 الضغط اترفع، يبعت لك حاجه تلطيفيه تضحكي، تيجي تفسري الحلم تلاقيه تافه. يعني مش عارف، بس انت ضحكتي من قلبك في المنام فرفع عنك وطى الضغط الستريس اللي فيه ده. سبحان الله، ربنا لطيف بعباده حتى واحنا نايمين لطيف بينا يعني. ف ده بس زي ما قلت لك بتطلعي السلبيات اللي في حياتها. كل حاجه نايمه زعلانه فبتاخد كل حاجه تراكم. طيب معانا تليفون تاني من امينه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم. مساء الفل، منورين الدنيا كلها. ربنا يخليك. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي 3 احلام. اتفضلي. اول حلم، انا بنتي ثانويه عامه وحلمت ان انا وهي راكبين الاسانسير وطلع بينا، كنا احنا عايزين التاسع، بس هي طلعت الاسانسير عمال يطلع يطلع يطلع. ما شاء الله. أبشري. يعني كويس لها يعني؟ طبعا. 101%. اللهم صل على النبي. طيب يا شيخ، بصي في في حلم بقى، ايه حلمته بنتي اللي هي متجوزه. ايوه. حلمت ان ابوها كان راكب عربيته، بس ايه النص الاولاني يعني الدروكسيون نص العربيه. نص العربيه، والكنبه اللي ورا مش موجوده، وسقف العربيه مش موجود، وماسك لجام حمار هو اللي بيجر العربيه، وطبعا الكنبه اللي ورا مش موجوده، وهو كان جنبه على اليمين والشمال 2 جمبري عملاق يعني قد البني ادمين كده، وفضل ماشي لحد شارع اخويا. انا قلت للجمبري، وقفت العربيه وقلت له ايه للجمبري انزله، فسمعوا الكلام ونزلوا معايا، وهو ما كانش راضي يعني جوزي في الحلم ما كانش راضي، ومشي الحمار يعني مشي الحمار وجر العربيه بجوزي مشيوا. وبعدين بنتي قلت لها على اللي حصل ده، ابوكي كان معاه الجمبري ومش راضي ان هو يديهولنا، قلت لها على اللي حصل يعني. فانا ايه مسكت الجمبري اللي هو العملاق ده قدنا واطول كمان، رحت جايه مقشراه بقشر في واحد، وبعدين قلت لي ايه يا ماما ده كله،
فقلت لها بصي خدي انت واحد وانا واحد، ده هيكفينا يعني سنين، هنحطه في التلاجة ونقطع منه وناكل منه سنين. ممكن اقول الحلم رؤية حلوة ما شاء الله. بصي هقول لك على حاجة، هي رؤية وحشة بصراحة يعني، او بدايتها كده ان هو راكب نص عربية فده مش كويس، وبعدين حتة ان هو بدل الدركسيون حمار فده للأسف الشديد يعني زي ما بقول لك ايه. طب الجمبري العملاق تفسيره ايه؟ في حاجات، في حاجات بتجي لنا في المنام لا تفسير لها لانها غير واقعية. اصل جمبري طيب ملهاش تفسير يعني. ماشي معانا، معانا نهى. نهى طيب حاولي تكلمينا مره تانية، انا مش عارفه نكمل الحلقه ازاي. طيب حد ما يبقى معانا تليفون يا صوفيا باي تفسير الشرب. احنا قلنا اللبن وقلنا زيت الزيتون. اهدي اهدي. ممكن لو بشرب ميه، بشرب دواء، ممكن يبقى تفسيره ايه؟ طب معانا تليفون من آية. الو الو. ايوه يا آية. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. سمعت مني كلام الدكتورة صوفيا؟ اتفضلي يا سامعاك. أي سامعاك. اتفضلي أي، ممكن تسمعينا من التليفون؟ ماشي حاضر. اتفضلي يا أي. أوكي. لو سمحت يا دكتورة صوفيا ما أعرف. أيوه حبيبتي قولي. أيوه. سامعاك. طيب معانا أميرة. ألو أميرة. هو في إيه؟ احنا النهارده اليوم مش يومنا خالص. طيب التليفون فاصل. طيب نرجع تاني نتكلم عن الشرب. لو حد بيشرب مية أو بيشرب دواء، المية حلوة في المنام. إيه بقى؟ تمام، وخصوصا لما تكون مية صافية ويعني وشكل الكوباية نظيف كده ومشبرة كده، وواحد اصلا عطشان. فالميه هنا مال مال. تمام. يعني حاجه انت بتروي ظمئك او تروي عطشك او حاجه انت محتاجاها، يعني مثلا للست المتزوجه حمل الميه، خدت بالك؟ لسه عروسه جديده حمل. طيب واحد دخل شركه جديده وشاف ميه كده او ازايز ميه، ده معناه ماليات يعني ما شاء الله ليه كذا مصدر مالي. طيب بالنسبه ل ايه تاني؟ المشروبات الساخنه. استني قبل المشروبات الساخنه هناخد تليفون من منى. ماشي. الو الو. ايوه منى اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. لو سمحت كان عندي حلم كنت عايزه اقوله، حلمت بيه النهارده. اتفضلي اتفضلي. خير يا رب. انا حلمت، هو بس ملخبط شويه، انا حلمت ان انا كنت زي في اتوبيس، بس الاتوبيس ده في غابه. وكان في وكان في اسد، واسد ومراته جنب الاتوبيس ده. تمام. بس مراته دي بتلف حوالين الاسد يعني، وهو كان مركز معايا قوي. انت انسه ولا متزوجه؟ لا انا انسه. بتحبي حد متجوز؟ لا. هتحبي حد متجوز. بس خلي بالك بس مراته فظيعه 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 يعني. يعني بصي انا يعني ممكن يكون في حد جنبك محرجه تقولي، بس انا بفصلك. لا 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 هو بجد لا انا مش بحبها. طيب هيحصل يميل قلبك ناحيه واحد مرتبط، بس الست اللي معاه دي غلاويه وصعبه وصفره ومش هتقبل معاها واحده خالص. يعني بصي ازاي هجوم الشرس، ازاي هتبقى شرس، معركه شرسه. فريحي دماغك من دلوقتي، لو ظهر لك الشخص ده يعني دوري ولف وارجعي تاني. لف وارجعي تاني، ما مش هتكملي، مش هتعرفي تكملي، وهياخد بس من وقتك وياخد كل علاقه فيها منهده. هياخد من وقتك ومن جهدك ومن بلاش منه احسن، خدي واحد كده فري كده. طيب شكرا ليكي يا منى. معانا تليفون تاني من بسمله. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه انا بسمله اللي كنت بكلم حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. بتاعت الجمبري؟
لا انا اللي كنت بكلم حضرتك اللي هو الفول اللي هو السوداني ما اديهوش، يعني خلي مراته تديهولي وادهولي. الفول السوداني ايه؟ الفول السوداني؟ هو السوداني ماله؟ ما هو كان خاله كان جاي يديهولي. مين ده؟ هو مين؟ خالها. مين؟ خالي. خالي خالك كان جايب سوداني. اه ما رضيش يديهولي خالص. تمام. يعني مراته اللي كانت عايزه تديهولي هو ما رضيش يخليها تديهولي، هو راح جاب لي مخصوص وادهولي. هي هو ما كانش عايز يديهولك الاول؟ لا هو كان مش راضي تخلي مراته تديهولي. اه وراح جاب لي هو مخصوص. سنك قد ايه؟ 15 سنه. 15 اه. ايه بقى ايه الدنيا بينكم بين خاله؟ الدنيا حلوه ولا في مشاكل؟ لا هو خاله ده متوفي اصلا. يا شيخه. ومراته عايشه ولا ميته؟ لا مراته موجوده بس هو المتوفي. بتكلموها ولا مخصمينها؟ لا بنحبها وموجوده. خلاص ابشري ان شاء الله. بصي عطايا الميت خير كتير، الحاجات اللي ما تتعدش يعني زي السوداني زي اللب زي الحاجات دي امور زي ما بقول لك ايه، هي تافهه حاجات تافهه ولكنها تدخل على الانسان الفرحه. تمام. او يعني مثلا فسحه، يطلعوا فسحه مع بعض يعني تسليه. ما هو في مسلي ويعني في راحه كده وايه واسترخاء وكده، فهو ده. فهي ممكن تعزمك على مثلا سفريه شتويه او حاجه، المهم انت هتلتصق بيها في حاجه. ممكن تعرض عليك عريس كده يعني. 15 سنه مع لسه بدري قوي. لسه بدري قوي كده يعني. ماشي شكرا ليك يا بسمله. معانا تليفون تاني. طيب احنا كنا هنقول المشروبات الساخنه وحشه ليه بقى؟ مرض على طول مرض. اولا النعناع ده غير مستحب في الرؤيه خالص لانه جاي من نعي. يعني في حد ينعي اليك موت فلان او فلانه. تمام. طيب الشاي الحاجه الوحيده السخنه الحلوه الشاي، والقهوه لو جت على طول. لكن عمايلها دي معناها انشغال البال والفكر بامر حيوي في حياته. تمام. لكن الشاي فرحه، كوبايات الشاي ده معناها يعني ايه، كان زمان بيقدموه في الافراح الشاي. فظلت العاده لحد الان. تمام. وفي ناس بتقول لك كمان يعني في بعض مؤولين الاحلام بيقول لك لا الفراجيل القهوه خصوصا لما تكون ساده يبقى ده عزا. لكن انا ما بعترفش بالتفسير ده، لا هو فرحه. تمام. طيب خلينا ناخد تليفون من رحاب. الو الو الو. ايوه ازيك يا رحاب؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. كنت عايزه اكلم. كويسه الحمد لله. اتفضلي صوفيا سامعاك. اهلا. تمام. ازيك يا صوفيا؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اتفضلي. بصي هو انا حلمت. تمام الحمد لله. انا حلمت ان انا في البيت والبيت واسع بس ايه. سامعيني كده؟ انت وطي التلفزيون عشان نسمعك. تمام كده سامعني؟ طب تمام. انت انسه ولا متزوجه؟ انت كده سامعني؟ طيب قطعت؟ خط فاصل. حاولي تكلمينا مره ثانيه يا رحاب. معانا داليا. الو الو. ايوه اهلا مساء الخير. اهلا بيكي اتفضلي. منورين الشاشه. ربنا يخليكي نورك. انا عايزه اقول للدكتوره عن حلم انا دايما بحلمه. انا والدتي متوفيه. الله يرحمها. الله يرحمها. هي الحقيقه قبل ما تموت ادت الميراث كله لاخويا وما ادتنيش انا حاجه. مين مامتك؟ قبل ما تتوفى كتبت الميراث كله لاخوها. وانت مسامحه ولا مش مسامحه؟ زعلت في الاول بس خلاص سامحت. بس المفروض بقى اخوكي بقى اللي يطلع يعني يطلع منه حركه حلوه بقى ان هو فعلا يقسم الميراث عشان يريحها هي في رقدتها. ده والله المفترض. انا قلت له كده بس يعني هو لم يقتنع فانا يعني فضلت ان انا يبقى في غرورة. يعني الدنيا غرورة اكيد الواحد لو بص لها من زاويه ثانيه هيختار طبعا من ترك شيئا لله ابدله خيرا منه. هو مثلا أيوه. تركه عشان خاطر امه ترتاح في نومتها. انت ممكن تكوني مسامحه باللسان لكن جوه واخده على خاطرك. زعلانه. طب قولي لنا رؤيه ايه يا داليا؟ طيب هو انا دايما بحلم بامي. هي بتيجي مش بتتكلم. بتيجي ايه؟ تتكلم؟ ما بتتكلمش. مش بتتكلم. بس دايما يعني محتويات الحلم عباره عن ايه؟ يا اما هي واقفه في حته اضاءتها ضلمه
او إيه؟ اضاءتها ما فيهاش رؤيه، اضاءتها دايما واقفه في حته اضاءتها ضلمه، اضاءتها خافته جدا. طيب يا اما لو مش الاضاءه هي وشها اسمر ولابسه اسود. المره الوحيده اللي هي اتكلمت فيها اللي هي اول مره احلم فيها، انا قلت لها ايه ده انت عايشه؟ قالت لي انا عايشه. قلت لها ايه ده؟ طب ما تقولي لاخويا يديني نصيبي في الميراث. يا حبيبتي. قالت لي لا. قمت من النوم معيطه ودموعي على خدي. ده مش رؤيه. ده حلم شيطاني. هي. لان الشيطان بيتمثل باي حد، والشيطان يريك ما يحزنك، وهو عارف ان الحته دي وجعاكي من ناحيه مامته، يعني هي دلوقتي في دار الحق. في دار الحق بصي مفيش يعني مفيش احساس بالدنيا دي بقى والوقت، وخايف لا يزعلوا ده مش عارف الغيره، ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوان متحبين. يعني ايه مفيش الغل والحسد ولا او مش لا وافضل ومفضلش والايثار والحاجات دي مفيش خالص. فده حلم شيطاني اطمئني منه. تمام. هي لو في ايديها ترجع خمس دقايق هترجع عشان ترد حقك. وهو قبل على نفسه ان يدخل على نفسه حق مش حق، فالله الله يكون في عونه. يعني خلي بالك الحلال بيكنسه الحرام، لو دخل قرش حرام يكنس مع المال الحلال كمان. صح. شكرا ليكي، وشكرا ليكي يا صوفيا. الوقت عدى بسرعه يعني، بس نورتينا كده وبسطنا معاكي كالعاده. وتحياتي للساده المشاهدين طبعا. ونشوفك دايما على خير ان باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 6:30. باي باي.